بكم في ماشان. اليوم غادي نقدم لكم القراشي. لهذه الوصفة غادي نحتاجو 425 غرام دقيق، 125 مليلتر ماء دافي، 100 مليلتر حليب دافي، بيضة، 80 غرام سنيدة، 50 غرام زبدة طرية، معلقة صغيرة حليب بودرة، 5 غرام خميرة فورية، 4 غرام ملح، جوج معالق كبار ديال جنجلان محمر، ومعلقة كبيرة ديال نافع محمر. ذوبوا الخميرة في شوية ديال الحليب. في إناء نديروا الدقيق، الحليب، سنيدة، الملح، جنجلان، النافع، الخميرة والبيض. نزيدوا الحليب ونتلكوا العجينة. نضيفوا الزبدة تخمر، من بعد نشكلوها كويرات. ندهنهم بصفار البيض ونرشو عليهم جنجلان. القراش اللي خمروا من بعد ندخلهم في الفران سخون على درجة حرارة 180. هكذا يكون وصلنا لفان ديال الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، تجربوها، ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة. نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة.